الى ميسي، ميسي يتقدم، ممكن جول جول، وتقدم ميسي قبل، واتت الركنيه قبل، وبالتالي تحولت الى المدافع الفرنسي اللي يضع برشلونه في المقدمه، سجل الهدف الاول بريتوي، الهدف الثاني لمصلحه برشلونه. برشلونة يسجل الهدف الثاني، واللعبة والنقل بين لاعبي برشلونة في الأخير، الدنماركي يسجل الهدف الشخصي، وميسي حاضر في كل شيء، يمشي على الليج، تقدم والانفراد، جول ميسي، يمشي على الصار، يمشي على بيلي، يمشي على الجميع، ويل الراقي، ويسجل الهدف مصلحة برشلونة. أن برشلونة بعد ضغط بلد الوليد